ال precision histograms ال R precisions اللي انا حسبتها الكذا query دي انا ممكن استخدمها علشان a compare اتنين algorithm ببعض. فمثلا هقول ال RPA of I دي ال R precision بتاعت algorithm A ل query I، وال RPB of I هي ال R precision of algorithm B ل query I. فهجيب ال difference ما بينهم، فهيبقى RPA of I minus RPB of I. ماشي، ده ايه الفيجر ده عبارة عن اللي هو ال difference ما بين A و B values لاتنين algorithm. الاتنين algorithm دول تطبقوا على 10 queries. اللي فوق هو ال system A يعني او algorithm A، واللي تحت هو algorithm B. فهنلاقي ايه؟ هنلاقي ان algorithm A يعني performs better for 8 queries. algorithm A طلع نتائج احسن ل 8 queries اللي هو 1 اللي هما 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10. لكن algorithm B performs better for the other two queries، طلع نتائج احسن بالنسبة ل query 4 و query 5. طيب measurement الرابع هو ال MRR ال mean reciprocal rank. ده بيهتم بايه؟ بيهتم بال reciprocal rank at which the first relevant document is retrieved. يعني ال rank بتاع اول relevant retrieved document هيبقى كام. هو good metric for those cases in which we are interested in the first correct answer. يعني هو metric كويس لما نكون بقى مهتمين بأول answer صح تطلع لي. حتى هو بيكتب ان هو ايه موجود في ال question answering system، يعني لما بسأل سؤال يكون أول حاجة تطلع لي هي تكون الصح اللي أنا عايزها. هو very sensitive لل rank position لأن هو أصلا معتمد على ال rank position. طيب بيتحسب ازاي؟ الاول انا بحسب ال reciprocal rank. reciprocal rank وده هو ال precession يعني ال relevant retrieved على ال retrieved. فانا لو جينا وقفنا عن ال position ده لحد ال position ده ال relevant retrieved كام؟ هما 1، وال retrieved كام؟ 1 برضو، فيبقى 1 على 1 ب 1. التاني output اللي هو لو جينا وقفنا عن ال position ده هتلاقي relevant retrieved لحد ال point دي ب 1، وال retrieved كلهم ب 2، فيبقى 1 على 2 فيبقى 0.5. ال MRR بقى هو مجموعهم على عددهم، يعني 1 plus 0.5 على 2 هيطلع لي ب 0.75. ال 0.75 دي معناها ايه؟ معناها ان انا على مستوى 2 queries average اني اطلع ranking مظبوط او اني اطلع relevant documents مظبوطة بنسبة 75% أو 0.75 يعني. طيب الE-Measure ده مش بيستخدم كتير. هو Measure بيجمع ما بين أو بيكومباين يعني ما بين الـ Recall والـ Precession. الفكرة بتاعته هنا إن أنا بألاو الـ User إن هو يحدد هل هو more interested في الـ Recall ولا في الـ Precession. ده القانون بتاعه. معلش، ده القانون بتاع، معلش انا خدتش بالي، بس ده قانون اللي هو ال difference ما بين ال R precision بتاع algorithm A و algorithm B، وده ال MRR يعني ال RR هي ال precision، هي ال precision هي ال relevant retrieved على ال retrieved، وال MRR هو ال average بتاع ال RR دي يعني مجموع ال RR على عددهم. ماشي، طيب الE measure بقى الرول بتاعته هي ايه؟ هي الE of J equal 1 minus 1 plus B square على B square على R of J plus 1 على P of J. ايه الكلام ده؟ الE of J هي الE metric عند J's position in the ranking، عند position معين في الranking. ماشي، بعد كده 1 minus 1 plus ايه ال B square دي؟ ال B square دي parameter ال user بيحددها بتكون اكبر من او بتساوي ال 0، وهي دي اللي بناء عليها بيحدد هل هو interested اكتر في ال recall ولا في ال precession. بعد كده بقسمهم على B square على ال R of J. ال R of J هو ال recall عند J position في ال ranking، و plus 1 على P of J هو ال P of J هو precession عند J position في ال ranking. طيب ال parameter B دوت هو specified عن طريق اليوزر وبي reflect أهمية الريكول أو البرستشن بالنسبة له. ال B دي لو بزيرو ال E هتبقى ب 1 minus P of J، فمعناها إن ال low values بتخلي ال low values بتخلي ال E of J function من البرستشن، فمعناها إن ال low values
ان هو بيحتمل بريسيشن اكتر. طيب لو بانفينيتي يعني لو برقم كبير فهتبقى الاي فانكشن من الريكول، فالهاي فاليوز بتخليه ان هو بيهتم بالريكول اكتر. لو البي دي بقت 1 فالاي ميجر بيبقى اف ميجر. ايه الاف ميجر؟ الاف ميجر هو الهارمونيك مين، هو برضو ميجر بيكومباين الريكول والبريسيشن. الرول بتاعته شبه الاي ميجر بس هو ده بقى المور يوزد، يعني الاي ميجر نوت ماتش يوزد لكن الاف ميجر مور يوزد. هو الاف اوف جي ايكوال تو على 1 اوفر ار اوف جي بلس 1 على بي اوف جي، قريب من القانون ده بس بدل 1 ماينس 1 بلس بي سكوير هتبقى 2 على طول 2 بس ماشي. والاف جي دوت هو الهارمونيك مين عند الجي بوزيشن في الرانكينج. بيتحسب ازاي؟ بس لو جيت قلت له عند الاوتبوت ده في الاوتبوت ده عند البوزيشن ده احسب لي الريكول لحد النقطه دي، عدد الريليفنت ريتريفد هم 2 على عدد الريليفنت كلهم اللي هم دول 1 2 3 4 5 6 هيبقى ب 0.33، والبريسيشن هيبقى عدد الريليفنت ريتريفد ب 2 والريتريفد لحد النقطه دي هيبقوا ب 3 هيبقى ب 0.67. الاف ساعتها احنا لو ممكن نفك القانون ده ان احنا نضرب ال RJ في 1 plus ال P of J في 1 على ال RJ في ال P of J، فساعتها ال RJ في ال P of J هتطلع فوق تتضرب جنب ال 2، فيعني هيبقى كده باختصار يعني يبقى المنظر ده ماشي. وساعتها هيطلع لي 0.22. ال result دي بالنسبة يعني دي small percentage بالنسبة للسيستم. فالاستخدام الاكتر يعني لل F measure دي ان انا بقارن two systems ببعض. طيب dynamic summary بقى ان انا بعمل كده description summarize description، description مختصر كده لكل ايه لكل link من اللينكس اللي طالعة، لكل document يعني من الدوكيمنت اللي طالعة اللي هي ليها علاقة بالquery. وكمان ال description دوت هيكون فيه الquery terms، يعني كده انا بسيرش على كلمة Christopher Manning فاول لينك طلع لي بكتب تحتيه description، والdescription دوت فيه الquery terms اللي هو مدخلها لي او several من الquery terms مش لازم يبقى مكتوبة كلها يعني ماشي. وdescription معايا ماشي. الquick links بقى هي يعني provide navigation cues of that home page، يعني لو مثلا بسيرش على United Airlines بدل ما ادخل جوه اللينك دوت واقعد ادور مثلا على اللينك بتاع باكج، لا هو مطلع لي بره كويك لينكس كده لو انا عايز اوصل لحاجه ادوس عليها على طول، مش لازم استنى ادخل جوه الموقع يعني وبعدين اسيرش عليها، لو زي السيرش اوبشنز والباكج سيرفيس انفورميشن والحاجات دي كلها. ده اكزامبلز كده بس كده خلاص. معلش الليكتشر دي ممكن تكون رخمه شويه، ولو في حاجه ما وضحتش كويس يعني قولوا لي ان شاء الله هحاول اوضحها بشكل احسن. وشكرا.